Hello, ladies and gentlemen. Today we are going to study colors. أهلا بكم. اليوم سوف نقوم بدراسة ما يسمى بالألوان باللغة الإنجليزية. يعني كيف كتشوفوا قدامنا عندنا واحد المجموعة ديال الألوان اللي غنقوم بالدراسة ديالها. نتمنى انه يعني تفهموا مزيان الدرس هذا وينال الاعجاب ديالكم. First of all, we are going to see what the principal colors or the natural colors that exist in English. We have the color red. We have a red هو اللون الأحمر. Red, how it is written, كيفاش كتكتب, R-E-D, red. Okay. Naturally, many things are in color red. For example, blood is red. Blood is red. اللون ديال الدم هو أحمر. Blood is red. Okay? The color red normally has a symbol of danger. The color red has a symbol of danger. نقدروا نديروا واحد السامبول ديال واحد الشيء كنرمزوا ليه بواحد اللون. اللون ديال الاخطار كنرمزوا ليه دائما باللون الاحمر. The symbol of danger is red. Okay. For example, بغينا نديرو واحد يعني واحد الجملة ونديرو فيها اللون الأحمر. He is wearing a red shirt. He is wearing a red shirt. يلبس قميصا أحمر. He's wearing a red shirt. He's wearing a red shirt. نكتبوها. He's wearing a red shirt. He's wearing red shirt. He's wearing a red shirt. يلبس قميصا أحمر. Okay. The color of blood is red. The color of blood is red. Is red. لون الدم أحمر. The color of red is red. ده باش فهموا بأنه يعني اللون الأحمر هو اللي كنقوله باللغة الإنجليزية red. كيتسمى red, روج بالفرنسية. أوكي, غادي نمسح باش نكمل. نرجعو الألوان. أوكي, غندوزو دابا للون
الثاني هو اللون orange، اللون البرتقال. orange اوكي، نورمالمون يعني البرتقال هو لورانج، حتى بالفرنسية كنقولوا ليه لورانج، اللون البرتقالي هو أورانج. The color of، نورمالمون كاينين أشياء اللي كيكون اللون ديالهم برتقالي، نقدر نقولوا مثلا or an orange is orange، البرتقالة لونها برتقالي. an orange is orange. ولكن نقولوا مثلا شي لون آخر، شي مثال آخر، كنقولوا he has an orange or an orange pen. He has an orange pen. عنده قلم برتقالي. اوكي، هذه غير امثله بسيطه باش يمكن لينا نفهموا يعني الالوان. He has an orange pen. pen يعني قلم. he has يعني يملك، يعني عنده. an orange pen. he has an orange pen. okay. نستأنفو yellow. yellow. yellow هو الأصفر. yellow يعني لو جون بالفرنسية. yellow. yellow كنا نقولو she bought yellow. yellow car. bought الفيرب هو to buy. to buy. to buy. شنو to buy؟ هي اشتري، يشتري. she bought، هذه في الباسي. she bought yellow car، يعني اشترت سيارة صفراء. she bought a yellow car. نقولوا yellow هو اللون الأصفر. okay. we go on. عندنا green. green كيف كيبان؟ هو اللون الأخضر. green. green الأخضر يعني le vert. green. okay. the color of grass is green. the color of grass is green. the color of grass is green. green هو اللون الأخضر. grass شنو grass؟ grass هو الربيع. اوكي، الربيع، غازون اكسيتيرا، يعني اللون ديال الربيع هو أخضر، هو لون الطبيعة. نورمالمون هو أخضر، الطبيعة كنرمزو لها دائما باللون الأخضر. okay. the symbol of nature is green. okay. اللون الآخر
هو اللون الأزرق, the blue. Okay, blue. Blue هو اللون الأزرق. Le bleu. يعني شنو هما الحوايج اللي نورمالمون في لا ناتور كيكون اللون ديالهم يعني ازرق بلو؟ عندنا مثلا السماء كيكون اللون ديالها ازرق, اذا نديروها في اكزامبل اش نقولوا؟ the sky is blue, يعني السماء زرقاء. يعني نورمالمون يعني في فصل الربيع ملي كيكون يعني الجو مزيان كتكون السماء زرقاء, the sky is blue. اوكي, the sea is blue, يعني the sea هي البحر, البحر يعني لا مير. The sky is ma, le ciel. The sky is blue and the sea is blue. هادو أمثلة بسيطة ولكن كتسهل الفهم ديال يعني الالوان اللي حنا في صداد ديال الدراسه ديالو. The sky is blue, the sea is blue. اوكي, اذن الالوان اللي قرينا لحد الان قلنا red, احمر, orange, برتقالي, yellow, أصفر, green, أخضر, blue, أزرق. إذا كنتمنى أنكم يعني فهمتوا هذه الألوان مزيان. غادي نكتفوا هنا في هذا لا فيديو بهاد خمس هاد ربعة ديال الألوان, وفي الفيديو اللي كيجي الموالي اللي كيجي من بعد منه مباشرة غادي نتمو يعني الدراسة أو الحديث على الألوان الآخرين. أوكي.